هنختم ان شاء الله. تعالوا نعمل الحلو بتاعنا، كيكه شوكولاته لذيذه جدا ولايت، وهنعملها بشوكولاته هيلثي سبريد اللي منورانا في كل حلقه للناس اللي بتتبع نظام غذائي وبتحب تاكل حاجه حلوه من غير ما ضميرها يأنبها. دي شوجر فري، وفي منها انواع للكيدز، وفي منها انواع للرياضيين والاميونز كمان اللي فيها مناعه يعني خطيره بصراحه. وهنعمل بيها النهارده زي جناش كده، نزين بيه الشوكولاته، كيكه الشوكولاته يعني بالفاكهه. بصوا انا موسم الفراوله اول ما بيجي ببتدي بقى ايه يعني زي كل ستات بحب بقى ادخله في كل الحلويات. امبارح نزلت فيديو على التيك توك على فكره، كنت بتكلم عن غسيل الفراوله، فناس كتير قوي اتخضت ان انا بحط خل او ملح، فعشان كده بقول لكم في معلومات كتيره قوي ببقى عايزه اقولها مش بلحق. الفراوله يا جماعه من الفاكهه الرمليه، فبتبقى مليانه رمل واتربه، على قد ما هي مغذيه جدا على قد ما هي خطر جدا لو انا ما غسلتهاش كويس، ممكن تجيب لا قدر الله نزله معويه. فان شاء الله برضو الحق النهارده وانا بزين اقول لكم طريقه غسيل الفراوله. ممكن بس اقول لكم بقى مقادير كيكه الشوكولاته: بيضتين، سكر بني. السكر البني على فكره هو افيد، مش كالوريز اقل، عشان في ناس بتتلخبط، هو زي السكر الابيض بس هو ما تعرضش لعمليه تكرير فهو مش مضر. في انواع سكر دايت دلوقتي تصلح انها تدخل الفرن تعرض لحراره، بتتكتب لمرضى السكر او الناس بتتابع نظام غذائي، فما فيش مشكله لو عندكم هاتوها. يبقى هنحط كوبايه سكر بني او سكر دايت، دقيق قمح كامل او شوفان، نص كوبايه من كاكاو الخام، معلقه صغيره من البيكنج باودر، لا سوري، معلقه كبيره من البيكنج باودر ومعلقه صغيره من بيكنج صودا. ليه؟ لان بيكنج صودا بتساعد على رفع المواد الغامقه، لما بتبقى كيكه غامقه بنبقى عايزين لها مواد رفع كبيره. بصوا انا طالما مسكت البيض عمري ما امسك حاجه تاني ابدا، زيها زي الفراخ، فيها بكتيريا ضاره جدا، فيا اما انا لو في بيتنا هغسل ايدي لو انا ماسكه الجوانتي هتخلص مني. تمام، هنحط الفانيليا السائله، تفرق كتير في الطعم في الحلويات، الفانيليا السائله دي خطيره بصراحه. لو ما عندناش بنحط عادي بقى، انا ما قلتلكوش بقيه المقادير، وقرفه ورشه ملح ونص كوبايه من القهوه، الناس العشاء القهوه هيحبوها قوي. لو انا هعملها للاطفال ما افضلش بصراحه احط القهوه، يعني ممكن بس ازود الكاكاو واللبن. ماشي، كل المواد السائله طبعا زي ما كل الناس عارفه في الاول طريقه الكيك ان احنا بنحط المواد السائله على بعض. هنا هعملها بالزبده الطريه، او لو عايزاها اخف شويه ممكن تعمليها بالزيت، بس انا عايزاها تبقى نفشه هشه كده. هشيل دول، عايزين نشوف الكبده. زي ما قلت لكم ما بتاخدش وقت خالص، بالعكس لو خدت وقت اصلا تبقى باظت، بتبقى جلدت كده، بتبقى مش حلوه ابدا، فنخلي بالنا الموضوع ده. وعلى فكره اي حاجه بنزود من تسويتها ممكن تضر، ما تنفعش. الحاجة الوحيدة اللي لازم ويل دون يعني اتفق عليها العلم والشفات وكل الدنيا الفراخ، الفراخ اللي نوي عمركم في حتة ما تقولك اصل ممكن ناكل الفراخ ميديم، لا فيها نسبة بينك كده، ابدا ما ينفعش خالص، ده المطعم اصلا لو عمل كده ممكن يتقفل، ممكن ياخد مخالفة. ريحتها حلوة قوي رغم ان لسه يعني ما حطيناش غير فص توم صغير، وانتوا واخدين بالكم ما حطيتش الفلفل الاخضر دلوقتي، ما بحطوش دلوقتي خالص في الكبده ولا الشاورما، عمري بعمل كده، لازم احطها في الاخر عشان يحتفظ بلونه. ولو شفتوا الحلقه اللي فاتت دكتور ساره المهدي ما كنت بقول لها على الشوربه اللي عملناها كرنب حطينا الفلفل في الاخر، قالت لي ده صح جدا عشان بيحافظ على الاكسده اللي فيه، يعني احنا الفاكهه والخضار بيبقى فيها مضادات اكسده، احنا بنموتها وبنهريها من التسويه الزياده يعني. كده حطينا البيضتين مع الزبده، نحط السكر البني كله على بعضه كده، زي ما قلت لكم عايزين تحطوا سكر دايت مفيش مشكله، بس يعني كافيت شويه. وعلى فكره اللي مش عايز يحط سكر خالص هنعملها برده، بس مش عايزه احرقها لكم، هناخد السكر من الفاكهه، ممكن احط تمر بيوريه وممكن احط موزايه، ودي ساعات كتير بقى بعملها لاولادي كب كيك، فهنجيلها ان شاء الله. يعني هنعمل كذا وصفه كيك شوكولاته، سبحان الله هيتطلع كيك شوكولاته في الاخر او كب كيك، بس المكونات بتتغير. حطيت البيض والفانيليا والقهوه، نحط دقيق الشوفان، خلي بالنا دقيق الشوفان من الحاجات اللي بتشرب السوائل قوي، فلازم برضو ايه احطه واحده واحده كده. هنحط شويه من، هنحط الكاكاو الخام
لو حسينا ان الدقيق شوفان لانه هو بيبقى انواع تقيل شويه، ممكن اخففه بشويه ميه او لبن. وغالبا هعمل كده، هنحط البيكنج باودر والبيكنج صودا، التفاح والفراوله ده ان شاء الله نعمل بيها شكل حلو ونجرنش بيه الدنيا. بصوا كله على بعضه عادي، لو احنا عايزين ننخل الحاجات دي على جنب عشان تطلع هشه مفيش مشكله. الكيك ده يا جماعه ما تستصعبوهوش، في ناس تقولك انا شاطره في كل حاجه الا الكيك، يعني خد الخطوه كده وسمي الله وان شاء الله تطلع معاكي مظبوطه. على فكره هو متعه اساسا ان الواحد يبقى ريحه البيت خبز كده، سواء عيش او كيك. وجدتي يا حبيبتي ربنا يشفيها يا رب ويعافيها، هي تعبانه دلوقتي حبيبتي، كانت دايما تقول لي ان الخبز في البيت بيجلب الرزق، فالاقوال المقصوره بتاعت زمان سبحان الله يعني بتبقى صح. معرفش ايه الفكره طبعا، بس يعني الخبز عامه والواحد يحط دقيق ورشه الملح يعني ويبقى ريحه البيت كده خير بيجيب خير. وانا لاحظت الموضوع ده على فكره، انا لاحظت ان انا لو خبزت عيش او كيك او كده بحس بيحصل فيه بركه في بيتنا، ممكن يجي لنا رزق سبحان الله. ودايما طبعا نسمي الله قبل ما نبتدي اي حاجه، نستحضر نيه حلوه واحنا بنعمل الاكل، سواء بقى لاولادك لجوزك هتدي لحد للجيران، بجد بتفرق قوي، حاجه حتى اصلا بتحسوا ان فيها بركه. بصوا شايفين سامعين الصوت ده، هي ابتدت ايه منها فيها، بصوا انا ما وطيتش النار خالص، هي نزلت شويه ميه وشربتها وتمام، فهتطلع الكبده جوسي وتحفه اهي، يا دوبك فضلت تغير في لونها وبدات تشرب من السوائل اهي، في صوت كده، ما نزلتش ميه خالص، ده دليل على نجاح الموضوع، رغم ان كمان الوك ما كانتش سخنه قوي للدرجه، يعني انتوا دايما حموها. انتوا تشوفوا الراجل بتاع الكبده في عربيه الكبده يا نهار ابيض، النار بتبقى طالعه قدام، هو ده الصح، بيبقى منظر شهي قوي بصراحه. في المرحله دي هحط عصير الليمون، يعني معلقه كده كبيره محترمه، ومعلقه من الخل خليها تشربها برده، دي تكاتي انا النميسه، ومعلقه كبيره محترمه اهي من فص الثوم، دول تقريبا خمس فصوص، اللي عايز يزود يزود، بس برده في ناس ما بتستحملش الثوم قوي كده يعني. انا نسيت احط الملح، طبعي برده انا بحب احط ملح مش كتير قوي بصراحه، حتى لو احنا يعني ربنا يحفظ الجميع ما عندناش حاله مرضيه في البيت، يعني مش لازم يبقى عندنا الضغط او السكر عشان اقلل الملح، او الناس اللي دلوقتي ربنا يشفي ويعافي الجميع، الناس اللي بتجيلها ادوار